بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم النهاردة عن very important sign في الـ urinary system which is hematuria. Hematuria is very important and alarming symptom. ليه؟ لأن المريض بيبقى خايف جدا من السيمتوم دول ومحدش يقدر يقعد بالسيمتوم ده لفتره طويله. الاجنده بتاعتنا النهارده هتتكون من خمس حاجات. هنتكلم في الاول عن الديفينيشن، يعني ايه هيماتوريا. هنتكلم عن التايبس بتاعتها، هنتكلم عن الكوزز، وهنعمل اناليسيس during case taking a patient complaining from hematuria. And lastly هنتكلم عن الديفرنشال دياجنوزيس للهيماتوريا. قبل ما نبتدي لازم نعرف شويه ديفينيشنز. اول حاجه هيماتوريا، يعني هيما جايه من البلد ويوريا من اليورين. So the presence of red blood cells in urine ده بنقول عليه هيماتوريا. طيب بوليوريا يعني ايه؟ بولي means increase in amount أو increase in frequency. Polyuria increase amount of urine above 3 liter per day. Dysuria, this means difficulty أو means disturbance in the regulation. في اليورين ما فيش حاجة اسمها regulated micturition. So dysuria means difficulty in micturition. Oliguria عكس البوليوريا، يعني الـ amount of urine is decreased below what level? Below 500 cc per day. Anuria means decreased amount of urine below 100 cc per day or absence of urine for about 12 hours. This definition is very important before starting this lecture. علشان نقدر نفهم الكلام اللي جاي لازم نبقى عارفين الاستراكشر بتاع الكيدني ده شكله ايه. ربنا سبحانه وتعالى خلق تو كيدنز، كل واحده منهم بتتكون من مليون من الخلايا اللي موجوده قدام حضرتك، او الفانكشنال يونت او وحده الوظيفه. كويس، وحده الوظيفه دي اسمها الكلوميرولس او النفرون. النفرون ده تكوينه وده شكله اللي لازم تعرفه علشان تقدر تستوعب كل الكلام اللي جاي. لو بصينا للصورة اللي موجودة ناحية اليمين هتلاقي فيها مقطع عرضي من الكلية، وهتلاقي الوحدة مرسومة باللون الأصفر. الوحدة دي هي النفرون، هي وحدة الوظيفة الرئيسية في الكدني، اللي هي من خلالها الكدني بتقدر تؤدي الوظيفة المهمة بتاعتها وهي الفلتريشن. الكدني بتأدي وظائف تانية غير الفلتريشن، لكن خلينا نبتدي بالوظيفة الأهم وهي الفلتريشن بالنفرون. تركيبته إيه النفرون ده؟ بص على الصورة اللي ناحية الشمال اللي مرسومة باللون الأحمر، هتلاقي كوبيبة كده كورة لونها أحمر، دي هي الجلوميرولس نفسها. الجلوميرولس دي هي عبارة عن مجموعة من الفاسكولار اندوثيليوم او بلاد فيسلز متناهيه الصغر. كويس، بيدخل لها البلاد من الافيرنت والافيرنت ارتريوم. This blood هو اللي من خلاله بتقوم عمليه الفلتريشن علشان يتم تنقيه البلاد من الحاجات اللي هي الويست برودكتس. طيب الحاجات اللي هي بتبقى فلترد هتروح فين؟ هتروح في الباومنز كبسول. لو بصيت نقلت على الصورة اللي موجودة ناحية اليمين من تحت اللي هي فيها اللون الموف، هتبص تلاقي دي البلاد فيسلز اللي من جوه، هتلاقي فيه اللون الموف من بره زي كورة محوطاها، دي اللي هو الباومنز كبسول اللي بيستقبل الفلتريت اللي هو الحاجات اللي كانت موجودة في البلاد وحصل لها فلتريشن. بتعدي بعد كده في، ارجع للصورة التانية لناحية الشمال، بعد ما بتعدي الفلتريت ده بيروح على التيبيولز، في بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول وفي ديستال كونفوليوتد تيبيولز. ليه هو بيمر بهذا المنحنى الكبير؟ كان ممكن ينتهي على طول ان هو يطلع على الكوليكتنج داكتس
ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى إنه خلى البروكسيمال والديستال واللوب اوف هان اللي موجودين بهذا الشكل، علشان مش كل الفلتريت اللي بيعدي من الجلوميرولس بيطلع على بره، لازم يحصل له ري ابسوربشن للحاجات المهمه، لان في الاول بيحصل فلتريشن لحاجات كتير خالص، بيحصل لها ري ابسوربشن، الحاجات بس الان وونتد هي اللي بتنتهي في الكولكتنج دوت، واللي هي بتنتهي في البلفس اوف ذا كيدني اند يوريتر يورينري بلادر اند ديسكاردد اوتسايد. نرجع تاني للديفينيشن، يعني ايه هيماتوريا؟ احنا قلنا هيماتوريا يعني بريزنس اوف بلاد ان ذا يورين، مش بس بلاد، بريزنس اوف ار بي سيز ان ذا يورين. اف ذيس بلاد از فيزيبل، لو انا قدرت اشوف البلاد ده في اليورين هسميه ماكروسكوبيك او جروس هيماتوريا او فيزيبل هيماتوريا او ريد يورين. لكن اذا انا ما قدرتش اشوفه ولكن اي ديتكتد باي مايكروسكوب، يعني whatever انا بعمل ليه يورين تيستينج باي مايكروسكوبي ولقيت ان فيه ار بي سيز اوريدي موجود ان ذا بلاد باي اماونت مور ذان 3 ار بي سيز بير هاي باور فيلد، يعني في الهاي باور فيلد الواحد شفت اكثر من 3 ار بي سيز، ده معناه ان فيه هيماتوريا. طب هل الثلاثه دول كتير ولا قليل؟ 3 ار بي سيز بير هاي باور فيلد مينز حوالي اكثر من 50,000 ار بي سيز في الايه، في الليتر، في الملي ليتر، يعني الملي ليتر الواحد في اكتر من 50,000 ار بي سيز، ده بيخليني اشوف 3 ار بي سيز بير هاي باور فيلد. يبقى اذا الهيماتوريا لو هي جراس، لو هي فيزيبل، لو انا شايفها بعيني بسميها ماكروسكوبيك هيماتوريا، لو انا شفتها بالمايكروسكوب بسميها مايكروسكوبيك هيماتوريا. تايبس، يعني ايه تايبس اوف هيماتوريا؟ علشان نبسط المسألة، أنت عندك برتقان، إيه أنواع البرتقان؟ في برتقان بصرة وفي برتقان بلدي وفي سكري، هو كله في الأساس برتقان لكن في منه أنواع، وبالتالي الهيماتوريا means هيماتوريا، ولكن في subtypes I can classify هيماتوريا according لحاجات معينة، زي ما احنا قلنا لو أنا شايفها بعيني هتبقى gross، لو أنا شايفها بالميكروسكوب هتبقى microscopic. لو الهيماتوريا دي associated with pain هقول عليها painful hematuria، لو هي not associated with pain هسميها painless hematuria. لو ال presence of blood appears in the starting of micturition بقول عليها initial hematuria، يعني الهيماتوريا في أول المكتوريشن بس، لو هي في آخر المكتوريشن بسميها terminal hematuria، لو هي throughout the micturition بقول عليها total hematuria. طيب لو هي الهيماتوريا دي بتظهر في اوقات وتختفي في اوقات، يعني ما هياش مستمره معايا على طول، بقول عليها transient hematuria. لو هي already موجوده all the time في كل مره بنعمل micturition بنشوف الهيماتوريا اسمها persistent hematuria. According to the etiology of the RBCs، ال RBCs طالعين منين؟ لو هي طالعه من الجلوميرولس اللي هي الكره المكببه اللي انا وريتها لحضراتكم دي، يبقى بسميها جلوميرولار هيماتوريا. لو هي طالعه من اي حاجه تانية بعيد عن الكره الحمراء اللي احنا شفناها اللي هي الجلوميرولس بسميها نان جلوميرولار، ممكن تكون موجوده من اليوريتر، ممكن تكون موجوده من البلفيس، ممكن تكون موجوده من اليورين بلادر، وات ايفر الاوريجين بتاعتها، فبسميها نان جلوميرولار. وبتفرق في التشخيص وبتفرق في المانجمنت بشكل كبير جدا. لو الهيماتوريا دي associated with blood clots بقول، لان دي بتتشاف، العيان يجي يشتكي لك يقول لك انا عندي البول لونه احمر وبلاقي فيه قطع صغيره عامله زي تفل الشاي، ده اسمها blood clots اللي هي موجوده، وده برضو بيبقى ليه significance وانا باخد الهيستوري. False or true، يعني ايه فولس اور ترو؟ يعني احيانا بيبقى حاجه انا بقول ان دي ممكن تطلع هيماتوريا وفي الاخر ما تطلعش هيماتوريا. ليه؟ مش كل ريد يورين مينز هيماتوريا، ممكن الاقي اللون الاحمر ده في البول ويبقى سببه حاجه تانية بعيده عن الار بي سيز، ما هياش الار بي سيز اللي موجوده، وبالتالي بقول عليها دي فولس هيماتوريا. اوكي، يبقى احنا كده عرفنا الديفينيشن اوف هيماتوريا، عرفنا types of hematuria. هنيجي لشيء مهم جدا وهو
منين بتيجي الهيماتوري، ايه الديزيزز اللي على مستوانا نقدر نعرفها بتكون هي سبب رئيسي في ان في ار بي سيز بتنزل في اليورين. هنقسمها على حسب الديزيزز اوف ذا يورينري سيستم، يعني في امراض من داخل الجهاز البولي ممكن تؤدي الى حدوث الهيماتوريا، وفي ديزيزز تانية من اماكن تانية بعيدة عن يورينري سيستم ولكنها بجوار اليورينري سيستم ممكن تؤفكت اليورينري سيستم to produce hematuria. وفي systemic diseases affect multiple systems in the body من ضمنها urinary system and lead to hematuria. وفي drugs معينة أنا ممكن أخدها ممكن تؤدي إلى حدوث الهيماتوريا. The most common and the most important is the diseases of the urinary system. نرجع مرجوعنا للصورة اللي احنا وريناها لكم. urinary system ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من أربع حاجات مهمة ورئيسية. vascular part اللي هي blood vessels الكتيرة خالص اللي احنا وريناها لكم. glomerulus اللي هي الكبة الحمراء اللي احنا وريناها لكم دي glomerulus. الابيثيليوم، الابيثيليوم فاكرين الشكل البومنز كبسول اللي هو لونه موف ده، بداية من هذا المكان إلى نهاية اليورينري سيستم ده الابيثيليوم. والانترستيشيوم ده موجود ما بين الخلايا. اي ديزيز افكت اني بارت اوف ذيس كان ليد تو هيماتوريا. نبدا بالفاسكولار. ايه هي الديزيزز في البلاد فيسلز اللي موجوده في اليورينري سيستم ذات مي ليد تو هيماتوريا؟ الارتيريو فينس مالفورميشن. ارتيريو فينس مالفورميشن يعني ايه؟ انا عندي ارتيريال سيستم وفينس سيستم زي ما حضراتكم عارفين، المفروض ده ليه باثوي وده ليه باثوي. لما ابنورمالي يحصل كونكشن ما بين الارتري والفين، سواء كان ده كونجنيتال او تروماتيك، لانه ممكن التروما تؤدي الى حدوث الارتريو فينس مالفورميشن، ده هيؤدي الى ايه؟ البريشر في الارتيريال سيستم عالي جدا والبريشر في الفينس سيستم اقل، فهيحصل shunt of blood from the arterial system to the venous system in this abnormally connected area، هيؤدي إلى حدوث الهيماتوريا. renal vein thrombosis، the blood drainage of the kidney بينتهي في the renal vein زي ما the blood supply the renal artery. لو حصل thrombosis في ال vein الأساسي the drainage system of the kidney، ده هيؤدي إلى حدوث الهيماتوريا. الكواجوليشن ابنورماليتيز اند ذا يوز اوف انتي كواجولانت دراج. لو في كواجوليشن ابنورماليتي هتؤدي الى ان البلد انسايد ذا بلد فيسلز هيبقى في ديستربنس. من حكمه الله سبحانه وتعالى ان البلد في البلد فيسلز ممكن يحصل له كواجوليشن وممكن يحصل له بليدنج. علشان ده ما يحصلش في قوتين ربنا خلقهم جوه الجسم، واحده بتعمل برو كواجوليشن واحده بتعمل انتي كواجوليشن. القوتين دول طالما هما ان ابالانس البلد هيبقى باسنج ان ذا فاسكولار سيستم ويزاوت بليدنج اند ويزاوت كواجوليشن. لو حصل كواجوليشن ابنورماليتي وبالتالي اختل هذا التوازن اللي موجود هيحصل فيه قابليه للبليدنج ومن ضمنها هيحصل الهيماتوريا، ودي هتبقى اسوشيتد ويز بليدنج فروم اذر ارياز. ده الحاجات المهمه في الفاسكولار بارت اوف ذا يورينري سيستم. الجلوميرولار بارت اوف ذا يورينري سيستم وهي الجلوميرولس، يكفي انك تعرف ان لما يحصل جلوميرولونفرايتس وهو انفلاميشن اوف ذيس بارت اوف ذا جلوميرولس، ذيس ليد تو ذا ابييرنس اوف ار بي سيز ان يورين اند واز كولد هيماتوريا. ذا ايبيثيليال بارت، اني مالجنسي اور يورينري تراكت انفكشن or bilharzia diseases or stone formation, all these can lead to hematuria. The interstitial part, لما يحصل interstitial nephritis، لما يحصل renal cystic disease، والrenal cystic disease ده group of disease كبير خالص، محصلته ان الكدني بتتحول الى كور 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 كبيره مليانه من الفلويد، ده اسمه polycystic disease. ده في منه انواع، لكن وجود هذا السيست بيؤدي الى حدوث الهيماتوريا.
أخيراً الـ acute pain nephritis and this very important disease can lead to hematuria. يبقى الـ most common cause of hematuria, diseases of the affecting the renal system, vascular part, epithelial part, glomerular part, and interstitial part. Okay. Systemic disorders. ايه هي systemic disorders اللي هي ممكن تبقى موجودة تأفكت الجسم كله ومن ضمنها الكدني وهيحصل فيها الهيماتوريا. يكفي ان احنا نعرف hematological disease زي اللوكيميا and hemophilia, connective tissue disease زي systemic lupus erythematosus, الانفكتيف endocarditis and severe hypertension. Again, leukemia, hemophilia, systemic lupus, erythematosus, infective endocarditis, and severe hypertension. Another etiology of hematuria, as we said, diseases of the adjacent organ to the renal tract. يعني في أمراض مش موجودة في renal tract ولكن موجودة في جاره في الحتة اللي جنبه. ممكن تأفكت الurinary system كنوع من الايه السمباثي معه ويؤدي الى حدوث الهيماتوريا اما سمباثيتك يعني تعاطفا معه او ان هو انفيجن يعني المرض في الحته اللي جنبه ولكن حصل انفيجن عليه فادى الى حدوث الهيماتوريا زي ايه الابندسايتس الابندكس موجوده في مكان قريب من اليورينري سيستم لما يحصل سيفير انفلاميشن في الابندكس ممكن تبقى اسوشيت معاه هيماتوريا ودي هتبقى هيماتوريا نتيجه للسمباثي اللي احنا قلنا عليه الجسم بيتعاطف مع بعض. السالبنجايتس وهي التيوبس دي في الفيميلز برضه موجوده في مكان قريب من الريلين سيستم. كانسر او ادجاسنت اورجان لو في كانسر موجود في اي حته قريبه من الريلين سيستم زي كانسر كولون، كانسر سيرفكس ده هيؤدي الى حدوث الهيماتوريا ايذر سيمباثيتك معاه لان هو جنبه او انفيجن فروم ذيس اورجان تو ذا urinary blood. اخيرا الدراجز اند كيميكلز في ادويه معينه لو احنا اخذناها ممكن تؤدي الى حدوث الهيماتوريا وده هيبقى باشكال معينه زي السلفونامايدز الانتي كواجولانت ثيرابي يعني اي ادويه انا باخدها علشان تؤثر في الكواجوليشن بروفايل بتاعنا وتعمل انتي كواجوليشن يعني تحافظ على سيولة الدم سواء انا باخدها علشان عندي مشاكل في الكواجوليشن سيستم وعندي قابليه للتجلط فانا باخد حاجات تمنع هذا التجلط او ان انا باخدها لاسباب ثانيه قد اكون مريض مركب بروسيسيس وبالتالي البروسيسيس ده بيبقى عرضه ان هو يتكون عليه جلطات فانا بخلي الجسم ده قابل للسيوله اكتر من العادي علشان ما يحصلش الكواجوليشن او الاسبرين ده كله ممكن يؤدي الى حدوث الهيماتوريا. هنيجي نحكي شويه حاجات صغيرين لما يكون عندك عيان بيشتكي من هيماتوريا وانت عايز توصل للدياجنوزيس لازم تحكي معاه علشان تشوف السيركمستانسز اللي متابعه لهذا الهيماتوريا علشان من خلال السيركمستانسز انت تو جاس اور تو ريتش ذا دياجنوزيس اوف ذا ايتيولوجي اوف هيماتوريا. اول ستوري عيان بيشتكي من هيماتوريا بلس رينال كوليك يعني هو بيقول لك الم في جنبي شديد وفي دم نازل في البوق. الموست كومن اوف ذيس سيناريو از رينال ستون. رينال ستون دايما بيشتكي العيان من سيفير بين رينال بين الكاركتر بتاعه بتختلف على حسب السايت بتاع الستون موجود فين وبيبقى maybe associated with hematuria. If associated with dysuria and straining to void يعني نفس السيناريو وضفنا عليه ان هو فيه straining and difficulty to micturate أو the patient strain to void يبقى غالبا المشكلة في اللور urinary tract سواء كان bladder stone أو urethral stone. Okay. The second scenario is hematuria plus urinary frequency urgency and dysuria. احنا قلنا الديسيوريا دي يعني ايه في الديفينيشن ومعاها هيماتوريا
ومعها increase frequency of micturition ومعها urgency. يعني ايه urgency؟ يعني now means now. When the patient feeling the sense of void or sense of micturition, if he delayed for minutes, the patient cannot withhold himself. ما يقدرش يتحكم في نفسه بالشكل الكافي. أول ما بيحس بالsensation of micturition لو ما جريش بسرعة على الحمام he may إن هو urinate on himself. ده اسمه urgency. So the scenario hematuria plus urinary frequency plus urgency plus dysuria. This means bladder or lower urinary tract disease. في مشكلة في the lower urinary tract system. لو هي associated مع high grade fever and chills, loin pain, ده suggestive of pyelonephritis. Okay? Another scenario, hematuria plus edema and hypertension. So, the patient complaining of hematuria, يجي يقول لك أنا عندي دم بينزل في البول ورجلي مورمة وأنا رحت قست الضغط لقيت ضغط عالي. الثلاثة دول مع بعض هيقول لي غالبا ده سببه إما glomerulonephritis يعني inflammation في الجلوميرولس اللي احنا كنا قلناها من شوية، أو إن العيان ده عنده hypertensive nephropathy severe hypertension، والhypertension في حد ذاته هو اللي عمل له المشاكل دي كلها. Another scenario hematuria with mass in the kidney. So the patient complaining of hematuria and I feel a mass in my right or left side or bilateral. أو إنك أنت وأنت بتفحصه حسيت إن في ماس موجودة في الناحية دي أو ماس موجودة في الناحية دي أو موجودة في الناحيتين. يبقى غالبا ده سببه إيه؟ إما إن في نيوبلازم، في تيومر موجود في إحدى الكليتين، أو إن العيان ده بيشتكي من البوليسيستيك كيدني ديزيز اللي إحنا قلنا عليه إن الكيدني بدأ يظهر فيها كور كور كتيرة مليانة مية. ده هيريديتري بيبقى حاجة جينيتك ديزيز وده بيبقى اسوشيت مع هيماتوريا. Another scenario is hematuria with hemorrhage in the skin and mucous membranes. بمعنى العيان بيشتكي مش بس من اللي هو bleeding during micturation، لا ده ممكن يجي معاه bleeding from the skin and mucous membrane. يجي يقول لك في بقع كتيرة بتظهر في جسمي أو بيتيكي، أو بيجي يقول لك إن الميوكس ممبرين بتاع الماوس برضه فيه سبكتينيوس هيموريجز. ده غالبا بيبقى سيستميك ديزيز زي ما احنا قلنا من الأسباب بتاعته إن هي سيستميك. أيذر هيماتولوجيكال ديسوردرز أو سيستميك انفكشن. سيستميك انفكشن زي ما احنا قلنا الانفكتيف اندوكاردايتس في الإيتيولوجي. أوكي؟ نراجع السيناريوز مرة تانية. هيماتوريا بلس رينال كوليك مينز رينال ستون. Hematuria plus urinary frequency, urgency, and dysuria directing to the lower urinary tract system. If associated with fever and chills, pyelonephritis is suggested. Hematuria plus edema and hypertension, glomerulonephritis or hypertensive nephropathy. Hematuria plus mass in the kidney, mostly neoplasm or hereditary polycystic kidney disease. Hematuria plus hemorrhages in the skin and submucous membranes, either hematological disorders or infectious diseases. لما يكون عندي عيان بيشتكي من هيماتوريا وانا بفحصه، ايه الحاجات المهمه اللي انا اخد بالي منها during physical examination؟ اول حاجه البلد بريشر، زي ما احنا اتفقنا ان الهايبرتنسيف نيفروباثي مي اسوشيتد مع هيماتوريا. اشوف اللي اذا كان العيان ده عنده ايديما ولا لا، يعني اشوف اللور لمب واشوفه في الانسبكشن اوف ذا فيس لو كان في بيري اوربيتال اديما او في بايلاترال لور لمب اديما، دي برضه هتساعدني في الدياجنوزيس. انسبكشن اوف ذا اكسترنال جينيتاليا، ايه اللي هيفيدني في القصه دي؟ انا ممكن يكون السبب بتاع الهيماتوريا في تروما في الاكسترنال جينيتاليا، وبالتالي العيان ديورنج ميكتوريشن بيحصل كونتامينيشن لليورين بالبلاد اللي موجود من التروما ومن الحته دي. فانسبكشن اوف ذيس بارت از فيري امبورتنت ديورنج فيسنج ا كيس اوف هيماتوريا. لوكينج فور ذا سكن، اكزامينشن اوف ذا سكن، اذا لقيت في راش، اذا لقيت في بروزنج، اذا لقيت في بيتيكي، زي ما احنا قلنا انا هفكر في السيستميك ديزيزز. اكزامينشن اوف ذا جوينتس،
اشوف الجوينتس كلها هل فيها arthritis. Arthritis means inflammation of the joint, يعني في redness و hotness و swelling, pain and the limitation of movement. لو حصل ده موجود برضو هفكر في systemic diseases زي systemic lupus or any connective tissue disorders. I have to examine the abdomen carefully علشان اشوف ايه زي ما قلنا اذا كان في mass هيتقول لي ان ده tumor او polycystic kidney disease, او اذا لقيت في tenderness في الكوستو فيرتيبرال انجل وهي المنطقه ما بين التشست وما بين البلفس, المنطقه دي اللي هي موجود فيها الكيدني اصلا او الرينال انجل بنقول عليها الرينال انجل, اذا كان فيها تندرنس ده هيدايركت الاتنشن توردز بايل نفرايتس. زي ما قلنا تشيك ذا كوستو فيرتيبرال انجل او الرينال انجل تندرنس, تراي تو فيل فور اللارج كيدني, احاول ان انا اعمل باي مانوال اكزامينيشن علشان اقدر احس الكيدني موجوده ولا لا, كبيره ولا لا. بتشيك الافيدنس اوف بالور اور جوندس, لو العيان ده عنده بالور يبقى هفكر في السيستميك ديزيز, لو العيان ده جوندس ممكن يكون عنده هيباتيك افكشن, والهيباتيك افكشن ده may affect the coagulation profile and may lead to hematuria. اخر حاجه هنتكلم عليها الديفرنشال دياجنوزيس اوف ريديولا, يعني واحد بيجي يقول لك انا عندي البول بتاعي لونه احمر, هل وجود اللون الاحمر في البول ده معناه ان هو هيماتوريا بس, يعني دي ارميسيس بس, ولا في حاجات تانية تدخل في الديفرنشال دياجنوزيس؟ بالتاكيد ان في حاجات تانية ممكن تدخل في الديفرنشال دياجنوزيس. زي ايه؟ كونتامينيشن, زي ما احنا قلنا كونتامينيشن من ايه؟ من المنستريشن, ودي اسهل حاجه, ودي سايكليك بتبقى موجوده في الفيميلز, وتيجي العيان يعمل تحليل بول او الست تيجي تعمل تحليل بول تلاقي في هيماتوريا. القصه ان هي بتبقى منستريتنج اند ات ذس بوينت, وبالتالي يبقى ده كونتامينيشن اوف ذا يورين. اليورين نفسه سليم ما فيهوش حاجه لكن بقى كونتامينيتد, او لو فيه مايلد انجري في الاكسترنال جينيتاليا برضه ممكن يحصل كونتامينيشن لليورين. دراج اور فود, في بعض الاطعمه ان انت لو اكلتها خصوصا بيبقى فيها صبغات معينه, هذه الصبغات ممكن تنزل في البول تديني اللون الاحمر ويتهيأ لك ان في ديزيز ان يورينري سيستم وهو ما فيش اي حاجه. اشهر الماكولات دي هو البيتروت او اللي هو البنجر, لو اكلنا بنجر بكميه كبيره ممكن البول يبقى لونه احمر, وبالتالي حتى احنا بنسميها البيتوريا. بعض الادويه ممكن تؤدي الى حدوث هيماتوريا, وبرضه نتيجه لوجود صبغات موجوده في البول. كان في ادويه معرفش موجوده دلوقتي ولا لا زي الكارموفيت, ده كان دواء مشهور جدا ياخده الواحد الصبح يجي لك بعد الظهر يقول لك البول بتاعي لونه احمر. هو مش لونه احمر نتيجه لوجود بلاد, لا ده هو بيتحول الميتابولايت بيبقى ليه فيها لون احمر وبتفرز في البول. اخر حاجه الهيموجلوبينوريا, يعني ايه هيموجلوبينوريا؟ احنا قلنا هيماتوريا يعني وجود كره دم حمراء في البول, لكن كره الدم الحمراء دي لو هي اتكسرت في الاول قبل ما تنزل في البول يبقى اللي هينزل فيها الهيموجلوبين, وبالتالي الهيموجلوبينوريا is not a hematuria, this is a false hematuria. ليه؟ لان انا لما بفحص البول ده تحت الميكروسكوب ما بلقاش فيه ار بي سيز, هو الهيموجلوبين اللي هو الحاجه اللي موجوده جوه الار بي سيز اللي هي لونها الاحمر هي اللي نزلت في البول وهي اللي ادتني اللون الاحمر. This is a differential diagnosis of hematuria. I hope you enjoy the talk and thank you very much.